كانت محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول التركية أولى الجلسات الغيابية لعشرين متهما سعوديا بقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل عامين. وأرجأت المحكمة الجلسة الثانية من القضية إلى 24 من نوفمبر المقبل. وفي الأثناء قال ياسين أوكتاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، قال إن العدالة ستطال قتلة خاشقجي عاجلا أم آجلا، متهما الرياض بعدم التعاون مع السلطات التركية. ومن بين أبرز أسماء المتهمين في القضية سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية. إلى ذلك قالت المقررة الأممية أنياس كالامار للتلفزيون العربي، قالت إن وكالة المخابرات المركزية CIA لديها دلائل على تثبت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي. وأعربت كالامار عن استغرابها من عدم تضمين اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن قائمة المتهمين، ودعت لذلك خلال الجلسة المقبلة. وكالة المخابرات المركزية CIA على علم بتفاصيل الجريمة، لأنهم يقولون إن لديهم أدلة تثبت أن محمد بن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي. على المستوى الشخصي ليس لدي إثباتات، لكن لدي أدلة غير مباشرة، ونحن على علم بطبيعة اتخاذ القرارات وسلسلة الأوامر في السعودية، وهذا يقودني إلى أن بن سلمان ضالع في الجريمة وعلى أعلى المستويات. ومن إسطنبول ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد أهلا بك، يعني دعوات أنياس كالامار إلى تضمين اسم ولي عدنان جان، أهلا بك عدنان، عفوا عدنان، دعوات كالامار إلى تضمين اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن قائمة المتهمين، هل لها أي صدى في السلطات التركية والقضاء التركي؟ صبا، هذا السؤال توجهت به اليوم إلى المقررة الأممية أغنس كالامار. قالت بأن حضرت هذا اليوم أولى جلسات الاستماع لشهادات أصدقاء جمال خاشقجي وأيضا الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية السعودية، وقالت بأن لائحة الاتهام لم يتم خلالها ذكر اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن قائمة المتهمين، لكنها قالت بأنها خلال الجلسة المقبلة التي سوف تعقد في 24 من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل سوف تطلب من المحكمة التركية ذكر اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن الأشخاص المتهمين بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. أغنس كالامار أكدت للتلفزيون العربي خلال لقائنا بها بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لديها براهين وأدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذه الجريمة من خلال إعطائه الأوامر بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. أما هي شخصية كونها المقررة الأممية والمحققة في هذه القضية ليس لديها أدلة مباشرة ضد تورط بن سلمان، لكن قالت لنا بأن جميع المؤشرات وبناء على نظم إصدار الأوامر في المملكة العربية السعودية تشير وبوضوح إلى وقوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وراء إعطاء الأوامر بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. بكل الأحوال القضية هذه تقدمت بها خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز التي أدلت اليوم أيضا بشهادتها أمام المحكمة، وقالت بأننا نثق في القضاء التركي وسوف نتابع هذه القضية حتى النهاية، وهي قضية تحولت إلى قضية أخلاقية ومعنوية ليس لها فقط بل للكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وحريات الصحافة في العالم العربي، وبالتالي هي تتوقع أن تستمر هذه القضية ويصدر بحق المتهمين العشرين أحكام قضائية ولو غيابيا، وحتى لو لم تتعاون السلطات السعودية مع القضاء التركي في هذا المجال. شكرا لك جزيلا عدنان جان.